28 اكتوبر موعد نهايه الاسبوع. اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه التاسعه، موعد جديد جمعنا في رونديفو نوف، نرجع فيه اكيد على ابرز الاخبار، لكن ايضا الموعد يكون في لو رونديفو. وضيفنا اليوم يكون وزير التربيه فتحي سلاوتي، سعيده انه يرافقني في التحليل والنقاش الليله كل من ناجي الزعيري، خليفه بن سالم ومودي قاسومي. اهلا وسهلا بكم، مساء النور. مساء الخير ملك. مرحبا بكم جميعا. البدايه بابرز الاخبار. نبدأ بتصريحات وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية اللي تقول أنه باش يتم رفع الدعم عن المحروقات بصفة نهائية بحلول سنة 2026 وباش تبلغ أسعارها الحقيقية، وذلك تطبيق الإصلاحات اللي انطلقت فيها تونس بخصوص التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وشدت على أنه الحكومة ملتزمة بالانطلاق في إعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المتعلق بالمواد الاستهلاكية نهاية هذه السنة. كما وهذا جاء خلال لقاء جمع الوزيرة بعدد من الممثلين بوسائل الإعلام أول أمس بحضور وزير الاقتصاد سمير سعيد، محافظ البنك المركزي مروان العباسي، وأعضاء من اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي. الشيء هذا خلى العديد من قيادات الاتحاد تتفاعل، كما الأمين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اللي انتقد عدم كشف حكومة نجلة بودن لتفاصيل الاتفاق المالي اللي توصلت له مع صندوق النقد الدولي، يقول منه الاتحاد يجهل مضمون هذا الاتفاق ويرفض رفع الدعم وفق تعبيره. نحن مثل كل التونسيين والتونسيات لا نعلم ونجهل مطلقا مضمون هذه الاتفاقات وتلك الالتزامات التي قد تكون قطعتها الحكومة التونسية طيلة المفاوضات التي خاضتها مع صندوق النقد الدولي سواء كان في تونس أو في واشنطن. ولكن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل واضح وجري وصريح وجري، ونحن بقدر معناها عدم رفضنا لوجود اتفاق ما بين تونس وصندوق النقد الدولي، ولكن نرفض ونجدد الرفض أن يكون هذا الاتفاق على حساب قوت الناس وضعفاء الناس منهم من خلال رفع الدعم سواء كان المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية، لأن في ذلك هو إعلان انفجار اجتماعي معناها معلوم. اثنين، نرفض أن يكون على حساب المرفق العمومي والمؤسسات العمومية التي ينادي الاتحاد بضرورة إصلاحها مع الإبقاء على عموميتها وعلى ديمومتها من خلال إضفاء الحوكمة على تسييرها وإعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية متاعها ودراستها حالة بحالة. ثم أيضا نرفض أن يكون هذا الاتفاق قائم على مبدأ تقليص من كتلة الأجور التي تمر وفقا للتسريبات عبر وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية. نتوقف شوية عند اللي تقال وما نسب لوزيرة المالية بأنه باش يتم رفع الدعم نهائيا عن المحروقات بحلول سنة 2026. نرجع شوية على اللقاء هذايا اللي كان موجود فيه العديد من الأطراف أول أمس. ناجي، كنت أنت ممثل قناة التاسعة بحكم أنك رئيس تحرير برنامج رونديفو نوف، هذا تقال فعليا وشنو اللي تقال بخلاف هذايا؟ وتقال فعلا هذا، لانه وهذا مش جديد، كنت تذكر ملاك وقلناه، قلنا راهو الرفع او الرفع التدريجي للدعم راهو بدا فعلا، يعني صحيح تحط في منظومه الاصلاح او في ترسانه الاصلاحات اللي موجوده مضمنه في وثيقه الاصلاحات اللي قدمتها الحكومه في لصندوق النقد الدولي، لكن المرحله يعني رفع الدعم عن أسعار المحروقات بدأ فعلا، بدأ تقريبا من حوالي أكثر من سنتين وقت اللي اتحطت ما يعرف بآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وبحلول سنة 2026 طبعا باش نوصلوا إلى الأسعار الحقيقية غير المدعومة للمحروقات. وطبعا تعرف ملاك وهذا يعرفوه الناس كل، اللي وقت اللي يزيد برميل النفط في السوق العالمية يزيد بدولار واحد يكلف ميزانية الدولة تقريبا حوالي 137 مليون دينار، وكان لابد من الشروع تقريبا كما قلت من حوالي سنتين في
يعني على خاطر المحروقات أو الدعم الموجه إلى المحروقات يأكل تقريبا أكثر حوالي تقريبا أكثر من 35 أو 40% من الميزانية أو الاعتمادات المخصصة للصندوق العام للتعويض. طبعا بعد المحروقات تجي المواد الغذائية الأساسية اللي بطبيعة الحال وهذا قالت وزيرة المالية، قالت أنه زوز مواد هذوما هما اللي فيهم مشكل كبير. هذا كله تحط في وثيقة الإصلاح اللي تقدمت لصندوق النقد الدولي، واللي على أساس الوثيقة هذه وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس قرض ب 1.9 مليار دولار. تقال كلام آخر في الحقيقة، وهذا يعني المسألة هذه أثيرت على خاطر في اللقاء هذا اللي كانت فيه وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي وزير الاقتصاد، أنه به كيفاش باش يتم رفع الدعم؟ الآلية باش يتم اعتماده، وهذا يحكي عليها وزير الاقتصاد سمير سعيد، قال أنه باش يتم إطلاق منصة أو تركيز منصة بلاتفورم ستفتح بداية من سنة 2023 أظن في جانفي أو في فيفري، وتمكن التوانسة الكل باش يسجلوا في المنصة هذه. يعني كل مواطن راغب في الانتفاع بالتحويلات المالية، لأنه وقت اللي باش يتم رفع الدعم طبعا باش تعوضها التحويلات المالية اللي تقريبا تضاهي الاعتمادات المخصصة اللي هي تقريبا في حدود 5 مليار دينار، لكن للأسف تعطل تركيزها المنصة هذه على خاطر بكل بساطة على خاطر تقريبا أغلب مهندسين أعلامية اللي يشتغلوا في الإدارة التونسية هاجروا، يعني ما لقاوش معناها من الكفاءات في مجال الهندسة العالمية لتركيز المنصة هذه. طبعا عدة أسئلة طرحت هنا، شكون فعلا باش ينتفع بهالتحويلات الاجتماعية اللي باش تعوض الدعم، وكيفاش مش يتم الاختيار السيليكسيون، كيفاش مش تصير وهذا هو المشكل الكبير اليوم المطروح على الحكومة. يعني كيفاش مش تفرق بين مواطن يستحق الدعم ومواطن آخر لا يستحق الدعم؟ ثم شكون اللي طرح مقترح اعتماد الدخل السنوي للمواطن؟ وهنا ثم إشكالية أخرى، أنه تقريبا عدد كبير من التوانسة اللي يشتغلوا في الانفورميل في الاقتصاد الموازي، يعني اللي تلقاه معناها عنده دخل قار وربما معناها يضاهي أو يفوق معناها دخل حتى الموظف الإطار، كيفاش مش تحدد الدخل نتاعو بالدقه؟ به هذايا تقريبا لخصنا ناجي شنو اللي ورد في اللقاء هذايا. نرجعوا زاده في علاقه بتصريحات سمير الشفي وقبله حتى الامين العام المنظمه الشغيله، وهوني نتسائلوا على الاشكال هذايا القائم حاليا بين الحكومه والاتحاد العام التونسي للشغل، كيف يمكن حله؟ واحنا نحكيو على جمله من الاصلاحات على ما يبدو ماشي فيهم الحكومه مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد متمسك يقول لك مازلت ما نعرف حتى شيء على الاتفاق هذايا ونرفض رفع الدعم بالطريقه هذه وباللي سمعناه. معناها يلزم نستأنف اللي كان يقول فيه سيناجي، ولكن مع اضافه جرعه تتعلق بالتناقض او المفارقه في خطاب الاتحاد، لانه ما يختلفش على العناصر المفارقه في خطاب الحكومه. اللي كان يحكي فيه سيناجي هو المشكله الاساسيه والخطيئه الاصليه المتعلقه بصندوق الدعم. نعرف عام 73 كتناغم معناها في نطاق السياسه الاقتصاديه بشكل عام، بشكل تناغم في تفاعل الحكومه انذاك مع الطبقات، لواء 72 فتح الابواب على مصراعيها وقدم امتيازات للمستثمرين. دونك اش باش نعملوا الطبقات والفئات الشعبيه والفئات الضعيفه؟ نعملوا لهم صندوق الدعم، ولكن ما عملناش جدار منيع حتى نرسي معالم العداله في توزيع الدعم. فالناس اللي حظوا بامتيازات نتاع الوا 72 دخلوا ينافسوا الضعفاء ايضا في استهلاك المواد الاساسيه والمحروقات بالمدعومه. بعد حوالي 50 سنه كيفاش باش نصلحوا الحكايه والحال اني ولت اونكاستري كاريمون، بنيه ما عادش نجموا نفرزوها الا بشرط وحيد، يلزم يكون عندك سجل قوي برشا تختبره بحاجه واحده اللي هو سجل الوعاء الجبائي الخاص بكل فئه اجتماعيه. اليوم ما عندناش السجل الوطني العام هذاك، واليوم ما عندناش المعرف الجبائي اللي نجم يفرز بين اني نا ندفع في الضرائب بما يقتضي اني ما عادش نتمتع بالدعم،
وغيري اللي من حقه يتمتع بالدعم. هذه يلزمها جهود، وكما كان يحكي ناجي هندسة إعلامية متطورة جدا باش نعرف. فضلا على كونه اليوم عندك حوالي 1,800,000 واحد يشتغلوا في القطاع غير المنظم، معناش قادرين على إدماجهم في المنظومة العامة. نجي للاتحاد، إذا هو نقطة الارتكاز الأساسية في موقفه هو مسألة الدعم والدفاع على الطبقات الضعيفة. ولكن لما يقر سمير الشافعي بكونه ما عندهمش مانع اصلا في امضاء الاتفاق مع لافامي، ولكن عندهم جمله من الموانع. المبدا يقول اللي الفلسفه العامه نتاع لافامي تمشي مباشره لحقيقه الاسعار، وتمشي مباشره لرفع الدعم، وتمشي مباشره الى التحكم في معناها ميزانيه الوظيفه العموميه، و إيقاف الانتدابات. يعني هل أنك باش تقبل المبدأ التفاوض وقبول الاتفاقية مع لافامي بكل عناصرها، وإلا تقبلها نصفيا؟ تقبل الاتفاق ولكن دون أن نتبنى عناصرها. لهنا موقف الاتحاد هو في حد ذاته يبدوني أنه غامض مثل غموض موقف الحكومة اللي ما زالت ما وضحت شيء وما زالت ما وضحتش فحوى الاتفاق مع لافامي. بالضبط. ومن ضمن الأسئلة التي تسأل حول المضمون هذايا، هل أنه الإصلاحات هذه خليفة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات، ضمن رؤية شاملة للاقتصاد التونسي كيفاش باش يكون، ضمن إجراءات موافقة وقت الناجي يحكي على الاقتصاد الموازي مثلا شنو باش نعملوا فيه، المؤسسات العمومية شنو باش نعملوا فيها، هل أنها مجرد نقاط سيتم أو تم الاتفاق عليها وسيتم تنفيذها، أم أنه ضمن رؤية واستراتيجية واضحة للاقتصاد؟ تم الاتفاق أو لم يتم، أعتقد هذا هو المسار اللي ماشي فيه البلاد في علاقة بالصندوق النقد الدولي. ولم تأتي الحكومة بجديد، ولا الاتحاد العام التونسي زاد التصريح وعدنا علم ما عدناش، اللي يفهم عنده علم، هكا واضحة العملية. نحبوا نمشوا للصندوق، هذاك هو الصندوق. ما عندك وين ماشي. إذا كان باش تمشي الصندوق باش تمشي لهذه الإصلاحات، إذا باش تمشي الإصلاحات ونسميوها بين ظفرين أنا متمسك بأنها إصلاحات، ماشي لرفع الدعم. وسننطلق فيه تدريجيا إلى غاية 26 يمكن باش نولوا نعيشوا كل المواد اللي يستهلكها المواطن الغذائية نفسها بأسعارها اللي يسميوها أسعار حقيقية. على أنه السؤال هل هذا هو الطريق الأمثل باش نحققوا النمو؟ هل هذا هو الطريق الأمثل باش نحققوا التنمية؟ هل هذا هو الطريق الأمثل باش ننقذ الاقتصاد ويولي اقتصاد ذا قيمة مضافة وتنافسي في علاقة بالاقتصاديات الأخرى؟ هل هذا هو الطريق الأمثل باش يوفر أكثر ما يمكن من موارد الشغل؟ هل هذا الطريق الأمثل و و و هذا ما نعرفوش. علاش؟ لأنه لازم يرتبط برؤية على مستوى المنوال التنموي. ترفع الدعم، تي واضحة مش نرفع الدعم، شنو هو تو علم كبير. هذه مالية عمومية وماشية بالضرورة للصندوق، والصندوق عنده اشتراطات، وكأنك أنت ماشي البنكة وتحب تاخذ قرض، والقرض باش يقول لك شو تعمل به وما تعملش به وغيره. عندك زادة بدائل في المقابل. ما هو احنا زاد في المقابل تقريبا الجميع قاعدين يجمعوا عندهم مده، لازم نمشوا للصندوق. كي مشينا للصندوق كيفاش مشاو للصندوق؟ علاش ما خذوش قرض؟ قلت لك دوما هناك رؤيتين، ثم رؤيه يقول لك لا، لازم نتحمل مسؤوليتنا ونشوف مصادر امكانيات اخرى داخليه او بعلاقات بينيه باش نوجد حل لهذه المعضله، وثم الطريق اللي هو الاسهل واللي هو اقرب كذلك ويبدو المحتاجات للدوله باش نمشي للصندوق. تبعاته في قادم الايام على مستوى الاحتقان الاجتماعي وغيره طبعا بالضروره، خاطر انت ما عندك تعوذوا راهو في نهاية الأمر. تفضل. يلا. أي. يواصل خليفة ونجيك يا نجي. يلا بيه. للتوضيح. رأيي هذه توا الإصلاحات هذه مش خيارات إرادية مشات فيها الحكومة. راهي خليفة قال إصلاحات، أنا نقول شروط. الشروط اللي وضعها صندوق النقد الدولي. وهذه من قواعد اللعبة، يا تقبل يا ما تقبلش. يا تقبل بهالمساج، خلينا نقولوا إصلاحات. لأنه كلمة شروط ربما تقلق شوية البعض. يا تقبل بالإصلاحات هذه اللي تتفرض عليك من صندوق النقد الدولي، سينو ما تاخذش قرض، ولا تفتح أمامك أبواب الحصول على التمويلات من السوق المالي. مصر البارح حصلت على تمويلاتها على أثر القبول بتعويم الجنيه المصري. بالضبط. ومصر في توجهها أنها ماشية نحو رفع الدعم. بقى حبيت نرجع، كنت تسمح لي، لموقف اتحاد الشغل الثابت، وهذا المتمسك به اتحاد شغل، انه لم يطلع على وثيقه الاصلاح النهائيه اللي قدمتها الحكومه الى صندوق النقد الدولي، وهذا تقال قاعدين يقولوا فيه مع الامناء العامين المساعدين. وخلينا نذكروا شويه بموقف الاتحاد من مساله اصلاح منظومه الدعم. الاتحاد لا يرفض مبدئيا اصلاح منظومه الدعم، لكن يرفض الاصلاح اللي ما يجيش معاه بديل
للفئات الاجتماعيه محدوده الدخل. وعلى ما اظن فما تقريبا مجلس وطني للجبايه مش يجمع بين وفد من الحكومه واتحاد الشغل لطرح الموضوع هذا اللي على ما اظن سيستمر النقاش فيه نتصور الى زمن طويل. من الاتحاد او من صندوق النقد الدولي نمشيوا لقرار مجلس الاتحاد الاوروبي اللي يقرر مساء اليوم رفع التجميد عن اموال 7 من قائمه تونسيين مجمده اموالهم وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكيه بدول الاتحاد الاوروبي. وشملت قائمه الاشخاص وفق قرار صادر عن المجلس نشر مساء اليوم بالرائد الرسمي للاتحاد الاوروبي افراد من عائله الرئيس الاسبق بن علي قدامي 7 أفراد. كنا حكينا فيه الموضوع هذا قبل خليفة وتسألنا على دور الدبلوماسية ودور الدولة وإحنا نحكيه على الملف الكبير استرجاع الأموال المنهوبة. اليوم يجي الخبر والقرار على رفع التجميد على أموال 7 من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. كيفاش تقرأ؟ قلنا هذا تقريبا وقت حكينا في الموضوع هذا منذ مدة وقلنا أنه ثم تاريخ محدد في هذا الإطار وقلنا ثم جانبين. أنا في تقديري الجانب الأول على المستوى الشكلي ما خدمتش الدولة التونسية على الموضوع هذا بين ظفرين بجدية، وثم مشكلة متاع كفاءة في إدارة هكذا ملفات مش أول قضايا راهو تخسرها من الدولة التونسية في المحاكم الخارجية. ثانيا وأنا مازلت متمسك بوجهة نظري مستحيل أموال خرجت من دولة رجعت للدولة، لا جات مع إيران قبلنا، لا جات مع أثيوبيا، لا جات مع العراق الآن رجعوا الأموال إذا كان يتحدثوا عن أموال ليبيا في قادم الأيام، الأموال والودائع الليبية اللي موجودة في زمن المرحوم القذافي رجعت لن تعود. أنا مقتنع كان جات دبلوماسيتنا تحركت كما يجب 700,000 دبلوماسية هذا مدخل حقيقي لنهب أموال الشعوب موجودة في بنوكهم هما من قديم ويعرفوهم يجيبوا في الأموال وينهبوا فيها وما ترجع لك كل حقبة تغيرها حقبة وقعد اجري المحاكم. شنو رأيك في الموضوع هذا؟ حقيقة تاريخية رأو ويبدو لي في تاريخ خاصة إفريقيا القارة الإفريقية أكثر بلد تم تحويل أموال منه نحو أوروبا والبنوك السويسرية يظهر لي نيجيريا وصلت حوالي 97 مليار دولار هذه، ومع ذلك دولة يعني غنية جدا بالطاقة كما نيجيريا ودبلوماسية وكذا وما رجعوا حتى سوردي. في نهاية الأمر الإشكالية تو رفع التجميد على هذه الأموال، باقي هي أموال عائلات، أموال أفراد، أشخاص طبيعيين، ما هيش أموال الدولة التونسية. ولهنا تولي اللعبة لعبة التقاضي لدى القضاء الأوروبي في نهاية الأمر. دولة. شوف إلى حد الآن لا يعني أموال الدولة. هل أنه تم هي إقرار أن أموال الدولة التونسية هي في وثائق الدولة التونسية وفي الإنابات القضائية والعدلية وفي الملفات اللي تخدمت في وزارة العدل راهي هذه اعتبرت يعني وهذا مكتوب في الوثائق الرسمية هي أموال الدولة القضاء الأوروبي. وهذاك علاش وهذاك علاش معناها البرنامج اللي قاعد يحكيوا عليه من عام تقريبا 2011 لليوم وحكى عليه حتى رئيس الجمهوريه استرجاع الاموال ليلى بن علي ربح لجنه خصصت لذلك جزء هذا جزء من الاموال المنهوبه في واقع الحال سينجي نعتبروه في واقع الحال وقد تم رفع التجميد عن هذه الاموال مع العلم هل انه القائمة فيها 42 اموال الدولة التونسية اموال ام اموال اشخاص طبيعيين توانسة او غيرهم موجودين في هي باش ترجع للاشخاص لاصحابها وهو كذلك لهنا بنجي ندخل لمرحلة التقاضي لهنا وبالتالي لهنا بيجي الطرح الصحيح في نهاية الامر انا لا اطرب كثيرا من كون الفلوس هذه باش ترجع للتوانسة هو بالضبط باش نمشوا للطرح الصحيح نتاع التقاضي ونذكركم اللي ليلى بن علي ربحت قضية يظهر لي في مجموعة من الأرصدة ببنوك سويسرية ولبنانية. هو المسألة هذه حكيت عليها أنا يقظ منذ 4 أكتوبر الفارط وحكيت على قائمة يعني أنه الاتحاد الأوروبي يتجه لحذف ما بين 17 أشخاص من ضمن قائمة فيها 42 اسم، يعني توا تم حذف 7 أسماء ما زال البقية من القائمة هذه ما نعرفش شنو ما قالت. بجملة بسرعة سامحني سينيجي دائما نراو فلسفة المنظومة المالية الأوروبية والغربية بشكل عام لا تختلف على دبلوماسيتها وفلسفتها السياسية بشكل عام. يعني لما تم رفع التجميد معناها مش معناها باش ترجع آليا، معناها باش تبقى غادي يرفع التجميد يرفع التجميد هو جمد بقرار منه وجمدوا أموال روسيا ثم حاجة يلزمنا ننساوها ويلزمنا نتخلوا عليها خاصة في الخطاب الرسمي
اللي هي هذه الوهم والحلم باسترجاع الاموال المنهوبه، الشعار هذا العنوان الكبير اللي هو سامحوني هي على مدى السنوات راه الرؤساء الكل ورؤساء الحكومات الكل كان الموضوع هذايا انه استرجاع الاموال المنهوبه اولويه من الاولويات حتى في حملاتهم الانتخابيه. وكان الشيء هذا الجمله هذه كانت فقره قاره في الخطب الرسميه الكل، رؤساء الحكومات الكل اللي جاوا رؤساء الجمهوريه واستعملت الورقه هذه في الحملات الانتخابيه الكلها وما رجع حتى شيء، ما تمش استرجاع ولا صوردي كما قال المودي. علاش؟ لانه راهو الاتحاد الاوروبي والمحاكم الدوليه والهيئات القضائيه الدوليه راهي ما تمشيش معناها ما تستجيبش بالخطب معناها الرنانه وبالعنتريات راهو ثم ملفات قضائيه يا خليفه يا ثم متحايلين كبار باهي العالم كله متحايل العالم متحايل شو بخي ما يعرفوش مصادر الاموال من اصلها شنو العالم متحايل مثلا تي دول تحكم وعندها حكوماتها وعندها موقف منها كونها ديكتاتوريه وتجيب الاموال وتعمل في الصفقات لا مش هذا واقع تعطينا الدوله اللي رجعت اموالها ناجي اما هي الدوله ما خدمتش على روحها وفي الدول الكل نحكي وزارة العدل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الخارجية ما عملوش ملفات قضائية مقنعة تعطيني نظام كان قائم وسائد في المنطقة العربية ولا غيرها وسقط النظام وتحدثوا عن أموال في الخارج رجعت للدول. يلا شكرا لكم. نمر المسألة أخرى، كنا نضيف في خضم الأسبوع أحكي على أنه هناك شركات للأدوية شركات عالمية تغادر تونس، هذا اللي يزيد أكدوا اليوم رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة والبحوث أمين زغدودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يقول ثلاثة شركات أدوية هذه قررت عدم مواصلة الاستثمار في تونس من سبتمبر إلى أكتوبر 2022. يقول زاد هناك شركات أخرى تهدد بالمغادرة في الأسابيع القادمة، لكن بخصوص هذية باش يدخل معنا عبد الرزاق الهذيلي المكلف بالإدارة العامة للصيدلة والدواء. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ. مساء النور، شكرا على الاستضافة. ما حقيقة ما يتردد حول مغادرة شركات عالمية للأدوية لبلادنا؟ قبل ما نجاوب على السؤال هذية أنه راهو التعامل مع المخابر ماهوش حاجه موجوده اليوم، العلاقه هي علاقه شراكه تاريخيه، ولهنا نحييو كل المخابر الادويه والشركات اللي قاعده في تونس وعلى وقوفهم مع تونس خاصه في الفتره هذه. فيما يخص التصريحات اللي وقعت فيما يخص خروج بعض المخابر خارج تونس هذا ماهوش صحيح. لم نسجل مغادرة أي مخبر على عكس ما يروج، كل ما في الأمر هي إعادة هيكلة لهذه المخابر. وباش نعطيكم ثلاثة أمثلة نتاع المخابر هذه، منهم المخبر الأولاني أنه الهيكلة نتاعه خاصة لا ريبريزونتاسيون نتاع لي ديليغيت موجودين وقع حذفهم، وحنا هذايا احنا خاصة كل انسان باش يمشي للبطالة ديما حاجة تحيرنا، أما ولكن باش يقع التعامل في مع الجهة المركزية اللي هي موجودة في لندن، وراهو ماهوش كان في تونس، هي في بيلاروسيا ذاو القرار هو بيتو، ليبيا ذاو القرار، كينيا، الأردن، وعن قريب الجزائر ومصر والمغرب، هي إعادة هيكلة. ولكن الأدوية بالنسبة للشركة هذه أو بالمخبر هذه ما زالت موجودة في تونس وتصنع في تونس وما هيش باش تتنحى في تونس. بالنسبة للحالة الثانية سي عبد الرزاق الهذيلي، مرة تقول شركة مرة تقول مخابر، نحكيوا على نفس الشيء؟ إي لا هي بيتها، وقت نقول أنا شركة نقول مخبر، بالنسبة لي أنا مخابر. هو نفس الشيء. بالنسبه للمخبر الثاني، نستعمل كلمه مخبر او باش نحكي لكم باش نقاركم المايل اللي وصلنا وقت اللي وقعت هذه تنشر الخبر. ايش يقول؟ جو تيان بار لو بريزون ايميل ا فوز انفورمي كو لا بريزون دي لابوراتوار كذا وكذا اون تونيزي اي مانتونو كوم ديجا اكسبليكي اون سامبل
restructuration a eu lieu avec le changement de la direction. يعني انت كنت توا تقرا لنا في مراسله باللغه الفرنسيه تاكد على انه اعاده هيكله وانه لن تغادر هذه المخابر تونس على عكس ما قاعد يشاع توا. ولكن انا شو نقول توا هما بالنسبه للثلاثه مخابر هذا انه مازالوا موجودين متواجدين في تونس وتوا عندي بعض الناس انه التعامل معاهم من اول سبتمبر الى 27/10 هو تعامل عادي والطلبيات كلهم لنهايه الشهر. احنا نتفهموا مطالب المخابر هذه خاصه بالفتره الحرجه اللي تمر بها البلاد. واضح. وانت في الحق باش يتقلقوا شويه بالمواضيع كالخلاص وزين فما ولكن شكرا لك. شكرا عبد الرزاق الهذيلي المكلف بالاداره العامه للصيدله والدواء على التوضيحات. اذا لن تغادر هذه المخابر وشركات تونس بل هي في اطار اعاده هيكله لها. نختموا بالموضوع الاخير ونتجاوز عدد المترشحين للانتخابات التشريعيه ال 1400 ترشح موزعين على 160 دائره انتخابيه بما انه افريقيا ما فيهاش حتى ترشح. هذا وتواصلت شبهات شراء التزكيات حتى اليوم الاخير لفترة تقديم الترشحات. أكثر تفاصيل في هذا التقرير لنجاح فلاح. بعد غلق مكاتب الترشحات بلغ عدد المترشحين للانتخابات التشريعية 1427 مترشح في الداخل والخارج، 1213 من الذكور و214 من الإناث، أي بنسبة مشاركة للمرأة في حدود 15%. وبالمقارنة مع انتخابات 2019 ترأست المرأة 217 قائمة من أصل 1572 قائمة. اعتمدت التناصف العمودي لتحظى المرأة بتمثيلية في حدود 23% في البرلمان المنحل. كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 160 دائرة سجلت تقديم ترشحات تتراوح بين 2 ترشحات و26 ترشح ما عدا دائرة إفريقيا اللي لم يقدم فيها أي ترشح. هيئة الانتخابات انطلقت بداية من اليوم في البت في ملفات الترشح على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين أوليا يوم 2 نوفمبر القادم. وأثر لقاء بين هيئة الانتخابات والهيكا تم الاتفاق على إعداد مشروع القرار المشترك المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية وتبادل الرأي حوله وتوقيعه في أقرب الأجال. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أحالت أحد المترشحين على قاضي التحقيق وفتحت أبحاث عدلية في 3 شكايات أخرى قدمت بها الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة وتضمنت الشكايات ادعاءات بجمع تزكيات بمقابل ونقل مزكين عبر وسائل نقل لمراكز التعريف بالإمضاء. من جهتها أحالت الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر شكاية للنيابة العمومية للتحقيق في شبهة شراء تزكيات من طرف عدد من المترشحين، فيما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بشخص وإحالة شخصين آخرين بحالة فرار من أجل تقديم مبالغ مالية مقابل الحصول على تزكيات. ومع تواتر شبهات ارتكاب جرائم انتخابية تتعلق بالتزكيات فإن الجهات القضائية أصدرت جملة من قرارات الإيقاف التحفظية إضافة لعدد من بطاقات الإيداع بالسجن في حق أشخاص من دوائر انتخابية مختلفة. مرحبا بكم من جديد. اذا تقريبا الارقام هذه اللي اتقالت لنا البارح مولدي في البلاتو على لسان الناطق الرسمي للهيئه العليا المستقله للانتخابات قريناها في قراءه اوليه لكن ثبت يعني هذه ارقام اصبحت رسميه. كيفاش تتوقع الان المسار بعد قبول الترشحات واللي بدات الصوره تتضح شيئا فشيئا في اطار هذا المسار الانتخابي التشريعي؟ هو سمى مشكله اخرى ما تحكيتش لها الذكير اللي هي فتح سجل الناخبين وسجل تحليل الناخبين وهو اعتبره العنوان الاخير من عناوين التلاعب بالمسار واللي حكينا عليه البارح. دايوغ حكينا عليه البارح. هو أقر البارح ستليل المنصري بفتح تحيين سجل الناخبين ولكن ما شرحش وما فسرش الأسباب والأغراض والمآرب والنتائج اللي باش تترتب على هذا الفتح وهذا التمديد. أولا ثم مسألة تقنية، من المفروض في تتابع الحلقات هذه
ما يلزمش تتكسر السلسلة إطلاقا بحتى حلقة. علاش؟ لأنه تحيين سجل الناخبين من المفروض يكون في المراحل الأولى من المسار الانتخابي من هذه السلسلة، بمعنى أنه بعد ما نحينوا القائمة متاع الناخبين إن فوا دخلنا لمرحلة تقديم الترشحات ما عادش نرجعوا لها. دونك لواش تو رجعنا لها؟ رجعنا لها باش نصلح بعض الوضعيات نتاع بعض الأصدقاء وبعض الفئات تبع عندي لخلل فرضه القانون الانتخابي. فاش تمثل الخلل هذا؟ كون من أجل الأصدقاء. هاو جيك بشوي اصبر عليه تعرف اللي هي موجودة من أجل سي خليفة ومن أجل سي ناجي ومن أجل العبد الضعيف هذا. من غير ما نسموها تنقول لك بشوي. لأنه الخلل اللي فرضه القانون الانتخابي واللي حتى المسار في موضع الخلل هو تقسيم الدوائر، لقينا روحنا امام الدوائر صغيره من اجل تلافي الخلل مش قصديا لمترشحين. لا لا، واذا كان حصل الخلل من منظور ليزي بفعل القانون الانتخابي من المفروض ما عنديش به كلفه وما يلزمنيش نصلحه لسبب بسيط. الدوائر الانتخابيه الصغيره هذه نتاع معتمديه ولا زوز يخلي زوز الحدود بين المعتمديات حدود مائعه غير واضحه. نجم انا نزكيك انت على دائره مثلا نقول دائره كان الانتخاب في دائره وما نعرفش شنو هي الدائره اليوم كيف تبين انه انا زكيتك اما مانيش في الدائره الانتخابيه نتاعك. اللي زي قدام حال من الاثنين، يا تسكت وتطيح التزكيات وبالتالي انت كمرشح باش يسقط الترشح نتاعك يا نصلح لك الوضعيه. هذاك علاش قلت اختارت اني تذهب بالتلاعب بهذا المسار باش تصلح لاجل زيد وعمر الى غيره. واضح او على الاقل تسليح ترقيع اما كي نقولوا من اجل مترشحين بذاتهم. اي اي مادام انا تجسرت شويه وغمرت واستعملت العباره هذه على مسؤوليتي. مش مغامره، وجهه نظر. ما يسالش وجهه نظر، تنجم تقلق، انا اتحمل مسؤوليتي ذا. خليني نزيد نوضحها شويه. لانه كان بالامكان ما يهمهاش هي اللي زي اذا كان تلتزم مبدا الحياد حتى الدوائر ما يترشح فيها حتى انسان ما تتدخلش فيها. وتضطر من بعد تتحمل مسؤوليتها وتعمل انتخابات جزئيه وما يلزمش تتقلق. اما اني في خطوه اولى تمدد بثلاث ايام بتعله يلزمني نعطي فرصه للدوائر ما صارتش فيها ترشحات اني تلتحق بها ترشحات، او هو في الواقع من اجل تقديم الحظوه لبعض الذين لم يدركوا مستوى 400 تزكيه، وفي مرحله ثانيه فتح اجال جديده لتحيين سجل الناخبين باش المزكين يصلحوا وضعيتهم باش بعض القائمات ما تسقطش. هذا كيفاش نقراها انا. فضلا عن ذلك من المفروض راهو الحلقات نتاع سلسله المسار الانتخابي والرزنامة الانتخابيه ما يلزمهاش تتمس. اكيد التحيين يصير في البدايه ما يصيرش اونتر طون في الاثناء، لانه بعد ما تصير الترشحات من بعد نفتح جولة جديدة من تحيين سجل الناخبين. هذا تزييف يا سي خليفة في اعتقاد. هذا متفق فيه. أنا مش هترك الرأي. هناك ارتباك كبير في المسار بتاع العملية الانتخابية منذ تقديم الترشحات، وفيه الكثير من التوقع كلنا نتوقع فيه. هم توقعوا المترشحين داخلين اللعبة السياسية، فبالك احنا نتابع في العملية من الخارج أنه موضوع التزكيات مش يخلق كثير من المشكلات، بما في ذلك أنه التركيبة الجديدة على مستوى الترشحات والدوائر. كما قلت لك انا نفسي كمواطن ننتخب في مكان ما نعرفش تسميه الدائره بالضبط، هل هي تابعه هذه ولا غيرها. وكما قلت انه الدوائر الانتخابيه قراب لبعضها والتقسيم تاع المعتمديات والبلديات لكن نعتقد ان اللي قاعد نتابع بحسب تصريحات جماعه الهيئه انهم هم الغايه نتاعهم تكون ثم انتخابات، ثم مترشحين، ثم عمليه تنافس، ثم اكثر ما يمكن من عدد المتنافسين، مش لانه بالذات ثم شكون جايب التزكيات نتاعو عنده مشكل في التزكيات. كي ناقش المسار ككل ناقشوا. انا كي ناقش المسار والارتباك سائد فيه، ولكن مش بالذات لانه فلان وغير فلان. احنا تو ما نعرفهمش المترشحين هذوما الا عناوين. قولوا ناس انصار هذا المسار، ثم احزاب عبرت عن نيتها في الترشح. وعلاش كنا متاكدين اللي عملت التمديد دوره التدارك عملتها لاجل الانصار انصار المسار. وعلاش لاجل انصار المسار بالذات؟ هذاك ثابت تقريبا عارف. لان ثم اسماء نعرفها. انا نقول لك بالعين مجرد طبعا ما نحكمش على الكل الا ما نشوفوا القائمات. اللي نشعر انا انه الناس اللي هما ضد المسار مترشحين اكثر.
هي مسيرة. أنا نقول مستجد كثير من الناس من والناس الجد المساق وفعلا موجودين هم مترشحين على الأقل اللي نعرفهم في حوامنا وفي علاقاتنا الخاصة من أجل تغيير الوضع حتى يلتحق أنصار المسار ويترشحوا بالقدر الكافي وباش حتى لا تسحب منه ثمار وخراج خليني نقول الخراج السياسي نتاع المسار يعني انت توقع عامل مصادرة كونه أنصار المسار ما جابوش التزكيات وهذيك هي والبقية جاب البقية اللي هما شكون تقعد برشا يحكي على البقية سما دو فاريابل بربي سامحني يا شوف لما رئيس الجمهورية بجلالة قدره يعلن أن تعديل القانون الانتخابي واجب وطني من بعد ليزي هي اللي رافعت عليه الحرج وتكفلت بتلك الايام ايام التدارك دوره التدارك لهذه المجموعه لان الرئيس قال نعمل تعديل من اجل انصار المسار اي اي لا انا في اعتقادي ربما مشى في هذا الاتجاه اي طبعا نحلوا ما نش داخلين في وسطهم في اعتقادي انه وقت الناس كل تحدثت عن صعوبه جمع التزكيات والكل تفاجئنا وبين بالكشف في افريقيا وفي الدوائر بالخارج 400 وفعلا قلنا حتى هنا في البلاتو ال 400 هذوما ساعات يكون قالتها الهيئه نفسها خليفه قالتها الهيئه زكي فلان وعلان وساعات يزكي وهو انتخب في جهه اخرى يلزم يعدل وضعه خليفه ثم مهم اشكاليات من بين المهام انتباه انا معك داكور من بين مهام الحياديه المقدسه للهيئات المشرفه على الانتخابات ان تختبر مدى صلوحية وصلاحية القوانين الانتخابية هذاك علاش نقول ايش مدخلها ليزي تكسر لحظة واحدة لو كان صمتت ولازمت الحياد بعد يتضح أن هذا القانون فاشل وقتها تكون هي ساهمت بمنطق الحياد في اختبار هذا القانون أما هي أيضا une autre fois ساهمت في إنقاذ مساوئ هذا القانون يعني في كل تصرف ايش مدخلها هي هيئة تقنية ما عندها حتى نحلل ولا نفهم الناس كيفاش تعمل نحلوا بيانسيو نحللوا الناس كل هذه كل واحد في مسار ماشي معاه كما المسارات الكل ورغم الانتقادات زاد اللي وجهت للهيئات السابقة وما يوقع انتقاد فيها تو كان نجيب قوة سياسية ما خرجتش في انتخابات 2019 ولا في 2014 تو تشكك في المسار الكل كما هذا موجود معكم. ولا في كل شك لو تلقى القوى مثلا اللي ما خرجتش كما ينبغي في 2019 امشي مثلا لليسار وجاب الشعبية وغيره يشكك في المسار ويقول لك مال سياسي ويقول لك فساد وغيره احنا الان في عمق عملية سياسية انت راه فيها منطق الغرب تحاجج الهيئة بأطراف سياسية احنا نحكوا الهيئة كهيئة تقنية ما عندها حتى دخل راي من المفروض الاصل فيه الاصل فيه نحكوا في المسائل النظرية ياسر مجرد يسأل عليه ما عليه ما صارش هذا في تونس على كل حال تشنو عليه؟ طيب ماهوش قاعد يا خويا نعتبر المسار كله مضروب وقتها مرحبا خلينا نتفق انه مسار كله مضروب باش ما عادش نغلطوا بعضنا ونقولوا مسار بناء ديمقراطية هو يقول على روحه اللي شاد الهيئة هذاك موضوع هي يقول هو يقول من طبعه اي اما انا فاهم اما احنا نقولوا المسار مرتبط راهو معنا انت تسالت سامحني خليفة ومودي انتم انت شخصيا مودي تسالت على علاش توا ينضم لنا عبر الهاتف محمد ليلي النصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء النور اهلا وسهلا بك مرحبا بكم كل المشاهدين وبالضيوف مرحبا مرحبا بك شكرا لك على تلبية الدعوة يظهر لي تبعت النقاش بين مولدي وخليفة على مسألة تحيين سجل الناخبين اللي عليه عدة تساؤلات محمد ليلي النصري حول اللجوء إليه وحول الأسباب اللي خلت الهيئة تاخذ القرار هذايا حقيقة ما تبعتش النقاش اللي صار هاني عاودت لك تقريبا الخلاصة حول التساؤلات التي طرحت المسألة حول التمديد في تحيين السجن بالضبط هو مجلس الهيئة بطبيعة الحال نعرفه كله وكونه القانون يفرض على الهيئة وأني لازم على الهيئة وأني تمسك سجل يكون محين وشفاف بطبيعة الحال بالنسبة لنا احنا المسألة هذه معناها عندها علاقة خاصة نعرفوا كله انه الهيئة قامت بتسجيل اكثر من 200,000 تسجيل آلي هذا يفترض واني اعطاهم مهلة لتحيين مراكز الاقتراع نتاعهم ونعرفوا كله حتى في الاستفتاء هناك العديد من المواطنين اللي في شهر جويلية كانوا داخل ارض الوطن وقاموا بتحيين مراكز الاقتراع نتاعهم داخل تراب الجمهوريه الرجوع نتاعهم معناها يلزم يقوموا بعمليه نتاع تحيين
بالنسبه لنا احنا الوقت اللي صار بالنسبه لعمليه التحييم في 3 شهور حسب الرزنامه ما عطاش معناها عدد كبير نتاع الناس اللي قاموا بعمليه التحييم. هذاك علاش الهيئه اعطت مهله جديده للتحييم وراي التحييم معناها ما فيش حتى اشكال حتى يبقى معناها محلول دائما ما فيش حتى اشكال. احنا لولا وانه ثم الضغط نتاع الطعون والضغط نتاع الجانب اللوجستيك اللي يلزمنا نطبعه ويلزمنا نوزعه القائمات الناخبين في الخارج وفي الداخل راه يبقى محلول حتى قبل بنهار معناها في اطار تغيير مراكز الاقتراع اللي يتماشى مع عنوانها من فعلي معناها امر عادي ما فيه حتى اشكال. سيتليلي بربي سامحني ماذا لو خدمنا اللوجيسيال تعرف اللوجيسيال نتاع التثبت والبت في الترشحات ما زالت المنظومه ما تشتغلش اما يبدو لي انتم تو فتحتوا الاجال هذيا ريس ما يتم تشغيل المنظومه. اما ماذا لو ابقينا على واقع الحال ومن بعد المنظومه تفطنت او اسقطت بعض الترشحات باعتبار ان من زكاها ليس من بين الناخبين في دائرتها. الترشحات هذيك باش تسقط بطبيعه الحال. هو سيدي راهو الاجراء هذا نتاع التنفيذ يستثنى من المترشحين والمزكين. لا يمكن للمترشحين والمزكين القيام بعملية التحييم إلا فقط بقية المواطنين. الاستثناء هذا واضح وصريح. لا وقت دخلنا في ما يسمى الترانسفير دي فوا نقل وتحويل الأصوات هذه تعرفش علاش؟ تم شروط معينة. لحظة يا سيتليلي بربي سامحني ننتبع في الانتخابات أنا بيدي مستجد كذا كنت وربما أقدم منك شوي في متابعة الانتخابات لأني على الأقل من المساهمين في صياغة القانون اللي عمل لي زي 2011. ونتبع في المنظومة الانتخابية في تونس عمرها ما صارت تحيين سجل الناخبين عمره ما صار بتكسير السلسلة نتاع المسار الانتخابي هذاك دائما يصير في البداية بالكل في كل دورة انتخابية سواء تشريعية أو بلدية أو رئاسية ولكن أنك تجي تو وتكسر حلقة من حلقات هذه السلسلة وتعيد ترتيب هذه الحلقات هذا يراه فيه عدم باش نقولوا نلطف العباره شوي نقول فيه عدم احترام المعايير الدوليه للانتخابات هذا مستوى اول. مستوى ثاني هذا وكانه في الطف الحالات ستترتب عنه ما يسمى بنقل او تحويل الاصوات لترونسفير دي فوا يعني نعطي فرصه هنا باش نطلع سي خليفه او جماعه الناخبين نتاعو ينجموا يحينوا ويبدلوا مراكز الاقتراع نتاعو لانه هو ترشح على الدائره الفلانيه. وما عندي حتى مشكله لان الدوائر قريبه لبعضها نجم ناخذ ال 42 بي ولا 37 ونمشي نصوت له ما فيها حتى اشكال وهذه ما هيش من مهام ليزي راي من المفروض انتم هيئه تقنيه محايده ما تدخلوش في تكسير سلسله هذا المسار كامل. وسلمت هذا من سليم اعمال الهيئه باعتبار القانون يفرض مسك سجل محي وشفاف. وحتى مبدا نتاع الاتاحه راهي ثم شروط معينه للتحيين راهي ماهيش هكاك راهو يجب اثبات العنوان الفعلي وراهي ما تطرحش بالنسبه للمسجلين اراديا تطرح فقط للمسجلين اليا اللي تنجم ما تتمشاش مع مراكز الاقتراع نتاعهم مع العنوان الموجود في بطاقه الهويه مع ذكرت لك انا المواطنين بالخارج اللي هما كانوا تقريبا في جويليه في العطله الصيفيه كلهم في تونس الاغلبيه راهو اجراء عادي ما عنده حتى علاقه نتاع ترانسفير دوفوا اللي حكيت عليه. راهو اجراء عادي بالنسبه للتحيين مش اول مره الهيئه تقوم به. معناها مش اول مره راهو كسوا في التسجيل والا حتى في التحيين دائما نقوم بمثل هذا الاجراء معناها ما فيش حتى ولا ثم شروط للتحيين ماهيش هكاك مسيبه معناها. اما الاجراء هذا ما يتمش بعد الترشحات يا سيتليلي راه ما عاده ما يتمش بعد غلق ابواب الترشحات. راهو المترشحين في بدايه السلسله ما ثماش ما يمنع ما ثماش ما يمنع انه يبقى حتى قبل موعد الاقتراع بيوم شنو المانع لولا الضغط نتاع ضروره طباعه السجل وقائمه الناخبين وضروره توزيعها في الداخل وفي الخارج في 46 دوله لولا الضغط نتاع الوقت هذا راهو خلوه حتى لقبل بنهار بخصوص التحيين لتغيير مركز الاقتراع مبدا اتاحه اصلا ماهوش معقول يبدا واحد معناها رجع للخارج وهو مازال مسجل في تونس كيفاش باش يصوت في التوقيت هذاك هذا هو مبدا الاتاحه راه ما فيش حتى اشكاليه المساله نتاع التحيين هذه اجراء عادي في اطار الصلاحيه نتاع الهيئه لا فيه مساس بالرزنامه ولا فيه مساس بال معناها المواعيد الهامه في الرزنامه هو اجراء عادي معناها لولا اجال الطعون راه باش يوقع تعليقها القائمات اصلا كل القائمات سيقع تعليقها في كل البلديات
اجراء هذا عادي يفرض عليه القانون هذا الاجراء بتاع الشفافيه وضروره ان يكون محايد زاد معنى هذا هو الاجراء هو اجراء عادي ما فيش حتى مساس لا بالمساواه ولا في حتى لكن يمشي يدخل في اطار ماده الاتاحه يدخل في اطار التمكين اكثر عدد ممكن كذلك من التصويت لانه راهو نجموا نحرموا برشا عباد اذا ما نحلهمش عمليه نتاع التعيين باش يغيروا مراكز الاقتراع مع عناوينهم الفعليه خاصة مع زوج المليون نأكد اللي هو مسجلين آليا أكثر من زوج المليون مسجلين آليا ومع المواطنين بالخارج راهي العديد والعديد جدا من البلاغات اللي تجي للهيئة على مركز النداء في ضرورة وأنهم راهم بارشة مواطنين اللي هو رواحهم اللي هما ما همش مسجلين في الأماكن اللي يحبوا يصوتوا فيها. واضح شكرا. إجراء عادي أنا نصوت. شكرا لك محمد ليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئه العليا المستقله للانتخابات. كنت ذكرت انه الليله في لو رونديفو ضيفنا باش يكون وزير التربيه فتحي السلاوتي لكن للاسف تعذر عليه الحضور على ما يبدو انه حاليا في اجتماع في قصر قرطاج اجتماع مجلس وزاري. نعتذر لانه ماهوش باش يحضر ناجي بعد تقريبا عندنا 3 ايام اللي اكد الحضور عاود اكد لنا اليوم لكن في الاخر ما جاش. والله للأسف معناها وزير التربية كان مفروض معناها يكون بحذنا 8 معناها بداية الحوار معناها اللي هو الحوار الأسبوعي معناها الخاص. للأسف معناها المعلومات اللي وصلت لنا أنه تم استدعائه على عجل لرئاسة في رئاسة الجمهورية. اما احنا باش نحاولوا كمان نخوضوا نعتذروا لهم اكيد الساده المشاهدين. يقول جانا ظرف طارئ المكلف بالاعلام صلب وزاره التربيه بهذا الاجتماع العاجل. باش نحاولوا كمان نرجعوا على الشان التربوي. تعرفوا الظروف اللي تعيش فيها العديد من المؤسسات التربويه. روبورتاج كانت قامت به زميلتنا رانيا المحرزي واختارت مدرسه السرج بالوسلاتيه اللي تفتقد لابسط الضروريات اللي باش نحكيوا فيها بعد رونديفو القدره الشرائيه مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدره الشرائيه. اليوم نحكيه على الشركوي اللي تمر به جميع اللحوم المعروضة بكامل مغازات كارفور. على خاطر ثقتكم فينا وصحتكم من أولوياتنا كارفور باش يقدم لكم أحسن لحوم. خدمتنا تبدأ من هوني. عمل يومي دقيق يمكننا من إنتاج لحوم ممتازة. على خاطرنا نهتم بالجينات خليمال عجولنا يعيشوا في ظروف ملائمة على غليب. الأصل الجيني للحيوان وكل مرحلة من حياته مهمة. هذيك علاش اتجه اختيارنا لعجول راسا فيونت ما يتجاوزش عمرها 18 شهر ان دو نو كريتير دو كاليتي. باش نبداو متاكدين من جوده المنتوج نعملوا اون سيليكسيون دي فوم اللي هما صغار ونراقبوا التغذيه السليمه اللي لازمتهم. الحيوانات نتاعنا يذبحوا دون دي زاباتوار قراب من الفيرمات بور ايفيتي لو ستريس دو ترونسبور. اللحوم نتاعنا تعدي الفترة اللازمة دون دي شامبر دو ريسبياج دان فورنيسور بارتنير متحصلة على المصادقة الصحية البيطرية. نو فورنيسور بارتنير يحترموا لي زيكزيجونس دو لا ريغلومونتاسيون ان فيغور ويحافظوا على شروط حفظ الصحة. ما نبيعوش اللحم كيما الناس الكل بخلاف اللحمه البنينه المدروسه في كل تفصيله اصلها وفصلها والمرعى اللي لمها عما زاده جزاره فيما يودوك باللحمه المطلوبه حسب نوع التطيب وتبديله من طبق للطبق. لحم كارفور أصالة جودة ومتابعة تميزنا عن الكل.
أكيد نرجع لكم نهار اثنين في نفس الموعد في رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. مرحبا بكم من جديد. بعد شوية باش نمشيو للقيروان بالتحديد لمدرسة السرج، هناك باش نحكيو عليها على وضعيتها الخاصة بعد هذا الفاصل.